في الذكرى 18 لتفجير مركز التجارة العالمي، نشر موقع جلوبال سيرش مقتطفات من كتاب حرب أمريكا ضد الإرهاب لمؤلفه مايكل شوسودوفسكي، والذي نشر عام 2005. تطرق فيه الكاتب، وهو باحث وكاتب كندي بارز، إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش أعلنت في صباح يوم 11 من سبتمبر أن تنظيم القاعدة مسؤول عن الهجمات على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. جاء هذا قبل الكشف عن نتائج التحقيق الذي تجريه الشرطة والجهات المختصة. المزيد حول ذكرى هجمات 11 من سبتمبر، وهل بالفعل كانت حرب أمريكا ضد الإرهاب، وهل ما قامت به أمريكا بعد هجمات 11 من سبتمبر سهل في خفض وتيرة الإرهاب، أم أنه جاء بنتائج عكسية، كل هذا وغيره نستعرضه مع ضيفينا عبر سكايب من فلوريدا، الدكتور أشلي أنصارة، عضو اللجنة الأمريكية الشرق أوسطية للشؤون الديمقراطية، وعبر سكايب أيضا من العاصمة الألمانية برلين الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية. أرحب بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك دكتور أشلي. يعني في الذكرى 18 لتفجير مركز التجارة العالمي، ما عرف بأحداث 11 من سبتمبر، هل ما فعلته الولايات المتحدة بعد ذلك من شن حرب كبيرة ضد الإرهاب ساهم أولا في يعني إعطاء الأمن الداخلي للولايات المتحدة؟ هو السؤال له معنيين، المعنى الأول هو في داخل الولايات المتحدة، والمعنى الثاني هو في خارج الولايات المتحدة. نعم، أتحدث في الأول عن الداخل بلا شك الأمريكي. جورج بوش والأدمنستريشن كانوا مصرين أنهم يعملوا حرب ضد الإرهاب بأي شكل وبأي نوع، حتى تصل الثقة للشعب الأمريكي أنه ممكن يعيش بأمان، لأن 9/11 هزت الثقة ما بين الشعب وما بين الحكومة الأمريكية. لأن إذا كان في أشخاص من القاعدة يجوا إلى أمريكا ويسببوا بليونز اند بليونز اوف دولار مع الخسارة الرهيبة، أكثر من 3000 واحد قتيل وعشرات الألوف من الجرحى والمرضى بعد ذلك، ده سبب ألما كبيرا جدا في داخل الشعب الأمريكي. وبالتالي لما عملوا الميوزيوم بخصوص 9/11، كانت أول كلمة قالت فيها الشعب الأمريكي لن ينسى 9/11 ولن ينسى بيرل هاربر لما اليابان شنت الحرب على القاعدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية في بيرل هاربر. ولذلك هم بيمثلوا 9/11 بمعركة البيرل هاربر كلها خيانة وغدر، وأن هؤلاء الإرهابيون في الخارج وأهاليهم لابد أنهم يتعلموا درس كويس. وجورج بوش قالها بصراحة تامة، نحن لن نعاد الإرهاب فقط، ولكن سوف نعاد الإرهاب ومن يستضيف الإرهاب في مدنهم أو في دولتهم. وبالتالي الحرب ضد الإرهاب شملت بلاد كثيرة، العراق وأفغانستان وخلافه، إنما كان تأثيرها سيء جدا وما زال سيء إلى الآن، ولن ينسى الشعب الأمريكي هذه المعركة. هل تم القضاء على الإرهاب؟ بل بالعكس، أعتقد أن الطريقة التي اتبعتها الولايات المتحدة في غزو العراق وتدمير الحضارة العراقية وتدمير الشعب العراقي وتفتيت الشعب العراقي وتدمير الشرق الأوسط بالكامل لن يؤثر تماما على فعالية الإرهاب. الإرهاب هي نظرية وأيديولوجية، وإذا لم تتحدى هذه الأيديولوجية وتطلع أيديولوجية جديدة تبسط فيها وتفهم هلاء الشعب أن الدين الإسلامي مبني على المحبة والأخوة وليس مبني على الحرب. طيب، هذه هي القضية الأيديولوجية التي لابد أن تحارب، وليس أن احنا نروح ندمر شعب أو بلد كشعب العراق وأهل العراق. طيب، ابقى معي وأذهب الآن إلى برلين دكتور عبد المسيح الشامي. إذن أيضا في الذكرى 18 لتفجير مركز التجارة العالمي، شنت الولايات المتحدة فورا بعدها حربها على الإرهاب، ما أطلقت عليه حربها على الإرهاب، يعني كان الهدف هو شن هجوم ضد حركة طالبان تنظيم القاعدة بغرض الانتقام لهجمات 11 من سبتمبر. يعني هل ما اتخذ من إجراءات من قبل الولايات المتحدة مباشرة بعد هذا التفجير كان له وقع إيجابي أم سلبي على فكرة محاربة الإرهاب في العالم؟
تحية لك بداية ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. أعتقد أنه بعد 18 عاما من أكذوبة، يعني أكبر أكذوبة في الحقيقة في العصر الحديث، أكذوبة 11 سبتمبر، أعتقد أنه يجب علينا أن نتعاطى مع هذه القضية ربما بشيء من الواقعية. يجب أن نتعامل معها بما تستحق حقيقة من تفنيد ومن فضح لهذه الجريمة النكراء التي افتعلتها أمريكا. أعتقد أننا اليوم نعرف تماما ونعي تماما بعد آلاف إذا لم يكن ملايين الوثائق التي تثبت بأن هذه الأكذوبة هي أكذوبة أمريكية، وبأن لعبة الإرهاب هي لعبة أمريكية بالكامل، وبأن أول وأكبر مصنع للإرهاب هو أمريكا، وبأن القاعدة هي صناعة أمريكية بحتة من أفغانستان إلى كل المناطق الأخرى. و11 سبتمبر أعتقد أننا اليوم نعي تماما أنه كان بافتعال أمريكي لشن حروب على العالم أجمع، ولسرق ثروات الشعوب، ولتدمير الدول، ولتدمير الشعوب. وأعتقد أن هذا الحدث ليس حدث عابر في تاريخ البشرية، ونحن نعلم تماما اليوم بأن قضية الإسلام المتصاهم، يعني هذا الإسلام الجديد الذي بنته وصنعته أمريكا باعتراف رؤسائها وقادتها ومسؤوليها، أعتقد أنه اليوم هو ما يقال عنه الجيل الرابع من الحروب، الحروب بالوكالة من خلال هذه المجموعات الإرهابية. وللمفارقة اليوم نعيش مفاوضات، يعني نشهد مفاوضات بين أمريكا وبين طالبان لاستعادة اليوم الولاء، أو ربما لإعادة صناعتها من جديد، و يعني عموما فيما يتعلق بهذه المفاوضات بين الولايات المتحدة وطالبان، فالمفاوضات انهارت بعد هجوم طالبان على قوات أمنية أفغانية وقتل أيضا جندي أمريكي. سأعود إليك مرة أخرى دكتور عبد المسيح، ولكن أذهب إلى دكتور أشلي أنصارة. يعتقد دكتور عبد المسيح الشامي أنه فكرة 11 سبتمبر هي كانت أكذوبة من الولايات المتحدة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ أنا لا أتفق على الإطلاق على هذا الكلام. لماذا؟ لا توجد أي وثيقة رسمية في أوراق الكونغرس أو في أوراق جورج بوش أدمنستريشن تثبت أن هذه اللعبة لعبة أمريكية. يس، أنا مؤمن أن الرئيس بوش ووزير الدفاع في ذلك الوقت وأيضا وزير الخارجية في ذلك الوقت اتفقوا على غزو العراق، وهم المعلومات التي وصلت لهم من السي اي اي اوفيس، الفيلد اوفيس اللي موجود في بغداد وفي الكويت وفي السعوديه، اثبت ان في ممكن ماسف كونستراكشن لاسلحه ذات الدمار الشامل، ولكن بعد ذلك اثبت هذا ان هذه اكذوبه. وانا في زيارتي للعراق كانت واضحه وصريحه ان صدام حسين استعمل هذه الاكذوبه لنشر سيطرته والديكتاتوريه بتاع صدام حسين على المنطقة الخليج وخلافه. المعركة كانت معركة نفسية ما بين صدام حسين وزعماء الشرق الأوسط. أمريكا لم تشترك في خديع أو خداع الشعب العربي أو شعب الشرق الأوسط على الإطلاق. نحن نعتقد كشعب أمريكي، نحن نعتقد أن من مصلحة أمريكا أن يستتب السلام في الشرق الأوسط، ولكن الفكرة الخاطئة التي وقعنا فيها وهي نحاول ان احنا نخلي الشعب الامريكي يعرف ان في اسلحه ذات الدمار الشامل مع صدام حسين، وفي الواقع لم تكن، وهذه كانت اكذوبه ونحن لا وقعنا في هذا الجزوبة. هذا شيء اخر، او هذه نقطه اخرى دكتور اشلي، لتحدث عن يعني تفجير مركز التجارة العالمي، هذه الفكرة أو أحداث 11 من سبتمبر التي يرى دكتور عبد المسيح أنها كانت بتدبير أمريكي، هل تتفق مع هذا؟ لا لا لا، ده هذا كلام نشر في الجرائد الأمريكية وفي كتب نشرت في هذا الكلام، أنا لا أؤيده على الإطلاق. أنا نعم. أعتقد أن هي القاعدة و 9/11 نعم. وهؤلاء الأفراد كانوا مدربين على هذا الموضوع، وفي الكونغرس الأمريكي لما بعد 9/11 عملوا اللجنة لتقييم 9/11 وأحداثها، أثبتت بالأسماء والتواريخ نعم. المدونة أن هذه العلاقة ما بين أفراد القاعدة، ما بين هامبورغ، ما
وما بين فلوريدا ونيويورك كانت مسجلة، والإنترنت سجل هذه الرسائل، طيب وإنها كانت من أفراد آخرين. طيب أمريكا تم لم إيضاح هذه تعرف النقطة، وأسأل بهذا فيها الهدوء. مرة أخرى دكتور عبد المسيح الشامي. لا يعتقد دكتور أشلي أنصارة أنه كان هذا بتدبير أمريكي، ولكنه فعلا كان من تدبير القاعدة، ولهذا قامت الولايات المتحدة بعد ذلك ب يعني مهاجمات أفغانستان لما قالت أنه القضاء على الإرهاب وطالبان والقاعدة هناك. هو المكان المناسب للبحث عن وثائق لإثبات هذه القضية، وهذه القضية أصبحت مثبتة بآلاف الكتب كما تفضل ضيفك الكريم بنفسه. وأعتقد أن علاقة القاعدة بأمريكا لا يخطئها اثنين، هذه أيضا أصبحت وثائق موجودة على الإنترنت، ليست بحاجة، هناك صور وفيديوهات ومصورة، وهنالك وثائق بالآلاف إذا لم يكن بالملايين تثبت علاقة أمريكا بتأسيس وبتشكيل القاعدة سابقا لمحاربة روسيا، وأيضا استعمالها يعني في الحروب بالوكالة في عن أمريكا في أماكن مختلفة. طبعا القاعدة هي التي نفذت، ولكن من الذي يدير القاعدة؟ من الذي يعطي الأوامر إلى القاعدة؟ من الذي يمول القاعدة؟ من الذي يسلح القاعدة؟ من الذي يدرب القاعدة؟ من الذي يسهل حركة القاعدة؟ من الذي أوصل القاعدة إلى العراق وإلى سوريا ولكل هذه الدول؟ طبعا هذه قضايا ليست بحاجة اليوم، ليست إلى تحليل ولا إلى أدلة إضافية. أعتقد أن هنالك آلاف الأدلة التي تثبت ذلك، ومن كذب في قضية يعني ال التهديد النووي وأسلحة الدمار الشامل وبشكل علني في العراق لا يتسى يعني يتوانى عن نعم نعم يعني هذه وجهة نظر أيضا دكتور عبد المسيح، فكرة أنه يعني هذه الجماعات نشأت بدعم من الولايات المتحدة في أفغانستان لكي تحارب الاتحاد السوفيتي، ولكن يعني الكتاب الذي نتحدث عنه حرب أمريكا ضد الإرهاب قال أنه هذه المؤسسات الاستخباراتية دعمت أسامة بن لادن في أعقاب الحرب الباردة، ولكن الأمر تغير بعد أن انقلب عليهم حسب قولهم. إذن يعني حتى إذا كانت الولايات المتحدة كان لها يد في يعني إنشاء أو تمويل هذه الجماعات في بدء الأمر، إلا أنها انقلبت عليها، وما فعلته لم يكن أبدا يعني تعليمات من الولايات المتحدة. هذا الكلام غير صحيح أبدا، ولا يمكن لهذه طبقا لما يقول الكتاب هذا الكتاب كتاب مخادع. أنا قرأت هذا الكتاب وهو كتاب فيه كثير من المغالطات وفيه كثير من الكذب حقيقة، وهو تلميع للوجه القبيح لأمريكا في قضية الإرهاب حقيقة. ويعني هذه المجموعات لا يمكن لها لا بشكل ولا بآخر أن تحيا وأن تتوسع وأن تنتشر من دولة إلى دولة، وأن تمول وتسلح وأن تشن حروب وأن تنشئ دول كما أنشأت في سوريا ما يسمى بالدولة الإسلامية. وكل هذه يعني وكلنا نعرف أن أمريكا والطائرات الأمريكية كانت تسقط المساعدات لداعش في شمال سوريا بالطائرات وبشكل مصور وبفيديوهات، ولا أعتقد أن هذا الأمر يخفى على أحد اليوم. هذا لا يمكن ليحدث إلا بضوء أخضر أمريكي. نحن نعلم هنا على سبيل المثال في ألمانيا إذا حول أحد الطلاب أو أحد الآباء إلى ابنه في سوريا 500 دولار تأتي المخابرات وتسأل من أين لك هذا وكيف حولت، وهل هي لدعم الإرهاب أو لدعم غير الإرهاب. فهل يمكن لمئات الملايين والمليارات أن يعني تغدق على هذه المجموعات من كل حب وصوب، والأسلحة والسيارات وكل مقومات يعني الجيوش، ولا تعلم بها أمريكا؟ وهذا الكلام غير وارد، وأعتقد أن اليد الأمريكية والأصابع الأمريكية في هذه المجموعات واضحة ولا يخطئها طيب عينها. طيب طيب وصلت النقطة، ولكن ابقى معي دكتور عبد المسيح، وأيضا ابقى معي دكتور أشلي أنصارة في هذه الساعة المخصصة لتغطية أحداث أو ذكرى 18 لتفجير مركز التجارة العالمي وما تناولته الصحف الأمريكية فيما يتعلق بهذا الشأن. نتابع مشاهد لن تمحى من ذاكرة معاصرها، وحدث أسقط العالم في هاوية الحروب وأدخل الغرب والشرق في صراع مرير. بعد مرور 18 عاماً على وقوعها، تناقلت الصحف العالمية أنباء حول تحديد موعد لمحاكمة المتهمين بالتخطيط للهجوم وتنفيذه على مركز التجارة العالمي ومقر وزارة الدفاع الأمريكية فيما عرف لسنوات بأحداث 11 من سبتمبر.
التايم الأمريكية تحدثت عن تحديد يناير من عام 2021 موعدا لمحاكمة عسكرية بحق 5 معتقلين بسجن غوانتانامو بتهم جرائم الحرب والتي تتضمن الإرهاب والاختطاف وقتل قرابة 3000 شخص. أما الجارديان البريطانية فعلقت على الخبر ذاته قائلة إن التهم وجهت للخمسة في عام 2008 بينما بدأت الإجراءات القضائية العسكرية في عام 2012 ولكنها سارت ببطء مع أكثر من 30 جلسة استماع مبدئية وخلافات إجرائية لا نهائية، مضيفة أن الشهود قد ماتوا والمحامين تقدموا في السن بينما نفض صبر أهالي الضحايا. وقبل نحو شهرين أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يقضي بتعويض عائلات ضحايا الهجوم. القانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال الهجمات حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر. كما ينص القانون على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل. ومنذ وقوع الحادث في 11 سبتمبر عام 2001 والغموض يكتنف الكثير من تفاصيله التي لم يعلن بعضها ما وفر مناخا خصبا للعديد من التفسيرات، بل وصل الأمر إلى اتهام الولايات المتحدة نفسها بتدبير الحادث، فتبارت معظم الصحف والمواقع العالمية لكتابة تحقيقات صحفية ونشر دراسات وآراء للخبراء على فترات متباعدة لدحض هذا الاتهام الذي تضمن علامات استفهام حول فشل أقوى أجهزة الأمن والاستخبارات في العالم في إيقاف الطائرات المختطفة والسقوط السريع لبرجي التجارة، وأيضا الإجابة عن التساؤل الخاص بكيفية قيام طيار هاون بقيادة طائرة تجارية والهجوم بها على مقر وزارة الدفاع الأمريكية. فصول متواصلة تأبى أن تنتهي، كثير من الجدل، قليل من الحقائق، هكذا تبدو أحداث 11 سبتمبر، غير أن الحقيقة التي لن تقبل جدالا أن العالم أصبح يعيش واقعا مختلفا بعد هذا التاريخ. أرحب بضيفي مرة أخرى، الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية معنا من برلين، والدكتور أشلي أنصار عضو اللجنة الأمريكية الشرق أوسطية للشؤون الديمقراطية معنا من فلوريدا. دكتور أشلي، يعني أيضا هذا الكتاب الذي نناقشه حرب أمريكا ضد الإرهاب فيما يتعلق بأسطورة العدو الخارجي أو هكذا أسماء الكتاب، ذكر الكتاب أن أسطورة العدو الخارجي وتهديد الإرهابيين كانت حجر الزاوية في العقيدة العسكرية لإدارة بوش، وأشار إلى أنه تذرع بها لغزو أفغانستان والعراق وليس من أجل الحرب ضد الإرهاب. كيف ترى هذه النقطة؟ هو في نظر الشعب الأمريكي العادي الذي ينتخب رئيس الجمهورية هو أن الإرهاب الخارجي والداخلي هو العدو رقم واحد لسيادة الولايات المتحدة. العدو الخارجي والإرهاب الخارجي بلا شك أنه هو كان مفاجأة بالنسبة للأمريكان، والناين 11 ده كانت أكبر حادثة مروعة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بعد بيرل هاربر. الذكرى 9/11 ما زالت موجودة في ذهن وأفكار هذا الشعب. الحرب على الإرهاب في الخارج وإرسال الجنود الأمريكيون لتحرير الكويت والحرب الموجودة في العراق وأفغانستان وأيضا الحروب الأخرى الموجودة مستترة في كافة أنحاء العالم من أول شيشنا وأفريقيا ولاتين أمريكا وخلافه، هذه حروب مستمرة ولن تنتهي على الإطلاق، سواء نسميها في إرهاب أو نسميها فيها ديكتاتورية أو نسميها في إرهاب سياسي أو هيومن رايت لشعوب هذه المنطقة هذه المناطق. إنما اللي أنا عاوز أوضحه للدكتور عبد المسيح، أنا طبعا قريت رأيه قبل كده وقريت هذا الكتاب وشفت آراء الناس جميعا، أنا شخصيا غير مقتنع على الإطلاق إن الحكومة الأمريكية كانت من وراء حادث 9/11. يس أنا متفق معك أن القاعدة كانت مكونة من قبل تمويل وتدريب CIA الأمريكاني، وهذا بخصوص كما ذكرت أنت سابقا بخصوص الحرب مع الاتحاد السوفيتي وتحرير أفغانستان، ولكن هذه الجمعيات
القتالية إن بعدت عن السبب الأساسي من تكوينها. وكما ذكر بن لادن قال إن أمريكا دولة ضعيفة وإنها التايجر on the paper، معناها إن هو التايجر هو الأسد المصنوع من الورق. وقال بن لادن أيضا إن هزيمة أمريكا من فيتنام وخروج أمريكا من أفغانستان وأيضا من العراق دلالة قاطعة على هذا. I would like، يعني أنا أود أن أوضح تماما أن الشعب الأمريكي عنده ديمقراطية وحرية في التفكير وحرية في التعبير غير موجودة عند شعوب كثيرة. أعتقد أن الشعب الألماني والشعوب الأوروبية ممثلة للشعب الأمريكي بخصوص هذا الموضوع. الإرهاب هو عقيدة وأيديولوجية معينة التي لابد من حربها، سواء هذه الأيديولوجية مرتبطة بالأيديولوجية الإسلامية أو مرتبطة بأسباب أخرى، أسباب طيب. سياسية أخرى. طيب. وصل. إنما لابد وصلت هذه النقطة. طيب أذهب الآن إلى دكتور عبد المسيح الشامي. طيب دكتور عبد المسيح، إذا تركنا الكتاب جانبا، ماذا عن إدارة الرئيس بوش نفسه؟ يعني البعض كان يذهب بالقول إلى أنه حتى لو لم تكن هذه الأحداث قد وقعت، أحداث 11 من سبتمبر، فإن بوش كان سيحارب أفغانستان وأيضا العراق، ما رأيك؟ يعني طبعا هذا يؤكد أن نظرية المؤامرة التي نتكلم عنها، وأعتقد أن هذا الأمر طبعا يعني أكيد، لأن هنالك مخططات مسبقة لغزو هذه البلدان، ولذلك زرعت القاعدة هناك وجلبت القاعدة لتنفيذ هذه العملية داخل أمريكا. سأعطيك بعض الحقائق. هنا في ألمانيا نشر أو بث على أحد القنوات الرسمية الألمانية يعني التابعة للحكومة روبرتاجات عن أحداث سبتمبر، وضحت وبالوثائق ومع المسؤولين عن المبنى أن المبنى كان مفخخ من الأسفل، من القاعدة، من الأبو القبو كما يقال باللغة العامية، وأن هنالك صواريخ كانت ملصقة تحت أجنحة الطائرات وهذه بصور الأقمار الاصطناعية، وقد بثت هذه الصور وبثت المقابلات والتصريحات التي أدلى بها القائمون على المبنى، وحتى قاموا بدراسة فيزيائية لعملية انهيار المباني. لم يكن لتحدث هذه الانهيارات بهذا الشكل فيزيائيا غير ممكنة إلا بوجود تفجير من الأسفل، وبالتالي القضية أعتقد أن هنالك وثائق كثيرة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لا يعني نتوقف عند هذه النقطة دكتور عبد المسيح. يعني إذا كان الرئيس الأمريكي آنذاك بوش يريد أن يدخل إلى أفغانستان والعراق، هل كان سيحتاج إلى يعني هذه المسرحية كما تصف انه يعني يفجر هذه المباني كي يذهب ليحارب هذه الدول؟ الولايات المتحدة الأمريكية هي اكبر دولة موجودة في العالم، يمكن لا تحتاج الى هذا. لا طبعا يحتاج الى هذا، ولكن لأقول لك لماذا. اعتقد ان يعني امريكا، الاقتصاد الامريكي قائم على امرين. الامر الاول هو بيع السلاح وبيع المنتجات الكبرى او الصناعات الكبرى والسلاح في مقدمتها، وهذا بحاجه الى نشر حروب حول العالم، وبالتالي صناعه الحروب وصناعه القلاقل عبر مجموعات اليوم، وما كما قلت وكررت قضية الحروب البديلة أو الحروب من الجيل الرابع، زرع الصراعات في كل دولة. هذه نقطة. الشيء الآخر، سرقة الثروات، وبالتالي اليوم إذا عدنا إلى هذه الاستراتيجية الجديدة استراتيجية الحروب بالوكالة، هم بحاجة إلى زرع صراعات وإلى أفرقاء ومجموعات تتقاتل وتتحارب في داخل هذه الدول وتحقق لها وتقاتل لها عن أمريكا للوصول إلى الأهداف. وهذا ما حدث في العراق، هذا ما حدث في أفغانستان، هذا ما حدث في سوريا، هذا ما حدث في كل هذه الدول. اليوم تأتي أمريكا ترسل هذه المجموعات الإرهابية، تدمر هذه الدول من الداخل، وتأتي أمريكا كفاتحة تنهي الصراع بشكل الذي تريده، يعني تضع يدها على ثروات هذه الدول كما حدث في ليبيا، في طيب. العراق، في أفغانستان، وفي كل هذه الدول. ولذلك أعتقد أن هذا حاجة النقطة. طيب. طيب دكتور أشلي، يعني الوقت انتهى، ولكن هل لك تعقيب على وجهة نظر دكتور عبد المسيح الشام؟ أنا طبعا بسمع له كويس، وله الله، وأنا أحترم حرية التفكير وحرية التعبير، ولكن النظرية التي يتمسك بها الدكتور عبد المسيح
أعتقد أن هي نظرية فاشلة، وأنها ليست نظرية لها حقائق علمية على الإطلاق، والأبحاث التي يقول عنها أن هذا التدمير لهؤلاء المبنيان كان تم عن طريق صواريخ أو قنابل مدفونة في داخل هذه المباني، وليس عن طريق الطائرات اليونايتد أو الأمريكان إيرلاين. هذا كلام غير ساينتفك، غير علمي على الإطلاق. ويجوز من الشائعات أن هم يحبوا يقولوا المؤامرة، إن في مؤامرة. أنا لا أعتقد أن هذه المؤامرة، أو الرئيس الأمريكي أو الأمريكان أدمنستريشن محتاج أن هم يموتوا 3000 واحد أمريكي عشان ياخدوها كسبب لغزو العراق. ده كلام نونسنس وكلام ليس له حقيقة. وفي النهاية هذا الكلام يزعزع من مصداقية الإنسان البشري. أنا لا أعتقد أن الإنسان البشري كرئيس منتخب في بلد ديمقراطية سوف يقوم بهذا العمل. طيب، وجهات النظر تعددت واختلفت، ولكن الأكيد أنه العالم تغير بشكل كامل بعد أحداث 11 من سبتمبر. بشكركم شكرا جزيلا. كنت معي عبر سكايب دكتور أشلي أنصار، عضو اللجنة الأمريكية الشرق أوسطية للشؤون الديمقراطية من فلوريدا. شكرا لك، وأشكرك جزيل الشكر من برلين دكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية. إذا مشاهدينا، بتنتهي هذه الساعة من استوديو الآن على شاشة أكسترا نيوز. على رأس الساعة نشرة مفصلة لأهم الأنباء. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. Terrorist allies constitute an axis of evil. محور الشر عبارة أطلقها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في خطاب حالة الاتحاد أمام الكونغرس عام 2002، وصفا بها حكومات العراق وأفغانستان وإيران وكوريا الشمالية، وكانت انطلاقة لمرحلة ما بعد أحداث 11 من سبتمبر تحت عنوان الحرب ضد الإرهاب. حرب صنفت على أنها الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، بدأت باستهداف حركة طالبان في أفغانستان بشكل مباشر بعد اتهامها بإيواء زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وبالفعل نجحت القوات الأمريكية في إسقاط حكومة طالبان سريعا، وظلت العملية العسكرية هي السائدة حتى مقتل بن لادن في عهد الرئيس باراك أوباما. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لإنهاء العمليات القتالية الرسمية منذ ذلك الحين، لا يزال هناك أكثر من 10,000 جندي أمريكي في أفغانستان حتى وقتنا هذا. وبحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية، فقد يبلغ مجموع ما أنفقه الأمريكيون عسكريا في أفغانستان من أكتوبر 2001 إلى مارس 2019 نحو 760 مليار دولار، بينما قالت مجلة فوربس إن التكلفة قاربت التريليون دولار. أما على مستوى الخسائر البشرية، فقد أظهرت تقارير مقتل أكثر من 3,200 جندي أمريكي وإصابة عشرات الآلاف بجراح وتشوهات وإعاقات دائمة، بينما قتل وأصيب وتشرد ملايين المدنيين الأفغان. أما الحرب الثانية التي خاضتها الولايات المتحدة فكانت تهدف إلى الإطاحة بالنظام في العراق تحت ذريعة تهديده النظام العالمي عبر توسيع برامج الأسلحة الكيماوية. فصدر قرار الحرب عام 2003، بينما ظلت آثاره ممتدة حتى اليوم، حيث عمت الفوضى منطقة الشرق الأوسط، وانتشرت في العراق العمليات الإرهابية والحروب الأهلية، وظهر العديد من الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها. وعن خسائر حرب العراق، ذكر تقرير رسمي للبنتاغون أن حصيلة الضحايا في الفترة من 2003 وحتى 2019 بلغت نحو 4,384 قتيلا من الجنود الأمريكيين و 32,180 مصابا، بينما تشير بعض التقديرات إلى مقتل 654 ألف عراقي حتى تاريخ انسحاب القوة الأمريكية عام 2011. أما عن ما أنفقته الولايات المتحدة على الحرب على الإرهاب منذ عام 2003، فقد بلغت التكلفة الإجمالية 5.6 تريليون دولار بحسب تقارير رسمية أمريكية. وأشار بعض المراقبين إلى أن الإنفاق الحكومي على الحرب كان أكثر تسببا في الأزمة المالية العالمية عام 2008.